كتيبة تاني في معسكر ماتيانغ بيس. الآن بنشكر ونقول الشكر أول بندي الشكر لدولة جنوب السودان والدولة كلنا ورجال خاصة للأخ الرئيس سلفاكير مياريت شعبك وراه وانت قدام. نحن مبسوطين شديد لأن الجيش كان مشتت، لكن أما الآن كل مرجو الشكر للرئيس الجمهورية ونائب الرئيس ووزير الدفاع وهايركان وجميع المسؤولين في دولة جنوب السودان والقادات قدم بصفة خاصة لقادات الحركة الشعبية لجيش تحرير السودان. الآن نحن مبسوطين إن شاء الله بنصر بعد شوية، وكل جيش موجود في كل الضباط موجود، كل مسؤولين كل موجودين، وإن شاء الله كنا بنقول لك يا أخوي أنت لو ما جيت وطن ده حقك وحقي أنا. أولادك كله في دولة جنوب السودان وأنت في دولة جنوب السودان، وطن حقنا كلنا. أرجو رجال خاصة عشان ترجع لشغلك، لأن وطن وطنية لكل زول ومطلوب منك كان دار كان ما دار أنت بتجي راجع. وشكر بنرجع للرؤساء الكبار الأمن النظام مثلا وزير دفاع ورئيس جمهورية، نحن كلنا رجعنا ونحن كلنا فتحنا قلبنا للوطن.